will continue with our program of IBM, integrated pest management in apple orchards with diseases, plant diseases that attack apples. One of the major diseases attack is apple, اللي هو powdery mildew. Powdery mildew is caused by the fungus of Pseudothera lictocaria. الاسم العلمي له Pseudothera budosphera lictocaria, اللي هو بسبب البياض الدقيقي على التفاحيات. طبعا the disease was first reported in 1871 and was found to infect apple seedlings. The fungus was first named as Firotheca lictocaria by Ellis in 1888, and then it was changed into Budosphera in 1892 because there is a changes in the identification key. أول من وجد إصابة على التفاح بالبياض الدقيق كانت في 1871، وكانوا بسموه في البداية سفيروثيكا ليكتوريكا، اللي هو صنفه واحد اسمه إليس أند إيفر هارت بال 1888، ولكن في 1892 وجدوا أنه صفاته تختلف عن التاكسونومي اللي كان محطوط، فصار اسمه اللي هو بسودوفيرا بودوسفيرا الكتروتريكيا. The diseases occur wherever apples are grown, especially in semi-arid region or nursery production. لأنه أول إصابة كانت موجودة على السيدلينجز اللي هي الشتلات الحديثة للأبلز. وجدوا أنه هاي المرض wherever apple is growing, خاصة في المناطق اللي هي semi-arid and nursery, you will expect to have an infection with powdery mildew. Immature tissues are very susceptible to the pathogen attack. عشان لأن خاصة seedlings الجديدة أو اللي هي الشتلات الحديثة, التيشوز تبعتها كتير حساسة وقابلة للإصابة بالباودري ميلديو. Losses from these diseases varies depending upon the susceptibility of the cultivar, environmental conditions and management practice. طبعا كلنا بنعرف انه الأمراض النباتية في عوامل خارجية بتتحكم فيها أكثر من الإصابات بالحشرات, خاصة العوامل الجوية من حرارة ورطوبة وإضاءة. طبعا درجة الإصابة أو حدة الإصابة بتعتمد على حساسية الصنف اللي موجود, العوامل الجوية, حتى على المانجمنت براكتسز اللي إحنا نتبعها من طرق مكافحة أو agricultural practices. Galloway in 1889 was the first to initiate a detailed study on the management of the disease in Eastern United States. طبعا محصول التفاح يعتبر من أهم المحاصيل الاقتصادية والنيوتريينت, إلها نيوتريينت فاليو كتير, خاصة في دول أوروبا وشمال أمريكا, لأنه الظروف الجوية عندهم مواتية لعملية الإنتاج للتفاحيات. فبالنسبة لهم التفاح, كيف إحنا عندنا الخيار والبندورة أساسية, هم عندهم محصول أساسي. في واحد عالم اسمه جالوي بال 1889 بدأ يعمل دراسات مستفيضة في عن المرض وأسباب حدوثه وكيف طرق المكافحة له. In 1940, Pellard and Volk reported powdery mildew as a serious disease in the West Coast, and it was first described by Germany, اللي هو العالم Sauer, in 1989. In Australia and New Zealand also was reported later on. فبدأ ظهور المرض أو انتشار المرض والتعرف على أعراضه بالانتشار في دول العالم أجمع. What is the symptoms? كيف أنا بدي أتعرف إنه هذا اللي عندي إصابة بالباودري ميلديو؟ The disease infects leaves, blossom, green shoot and fruit. طبعا النباتات, الشجرة كلها بتكون عرضة للإصابة, سواء كانت الأوراق أو اللي هي البراعم أو النموات الخضرية, حتى التفاح الثمار نفسها بتكون عرضة للإصابة. On the leaves, the fungus can appear as flat-like patches or as a solid mat of surface, particularly under surface of the leaves. انتوا بتتذكروا بالأمراض النباتية حكينا الباودري ميلديو من اللي هم
الامراض اللي بتكون سوبرفيشال، بتكون على السطح، بتدخلش داخل او بتعملش بنتريشن كامله داخل النبات. اللي بتدخل اللي هو الهستوريوم واللي بتحول للمايسيليوم، فبالتالي ما بتدخل از هول، يعني اول ما بضل هو على الخارج، عشان هيك سموه باودري، لانه بتضل الجروينج تيشوز له على السيرفس الخارجيه. هلا مجرد ما يجي يعمل ادهيرنس على السيرفس بيبدا يعمل لايك باتشز او سوليد مات، اللي هي طبقه قشريه شويه صلبه على السطح الخارجي وعلى اوراق الشجر، خاصه السطح السفلي، على اساس انه بيكون بعيد عن الاضاءه وبعيد عن الحراره. Initial infection on the underside of the leaf may cause chlorotic patches or spot or occur upper side of leaf. طبعا اعراض الباودري ميلديو اللي هون مش زي الاعراض اللي بنشوفها احنا على الخيار وعلى القرعيات اللي بتشوفوها انه طبقه مثل البودره، هون بتيجي ك شوي بتكون اقصى وبتكون شوي مائله للسوليد، شويه لليابس، الجزء اليابس من النباتات. Under favorable environmental conditions, these disease will spread in the entire leaf and the pathogens and the petioles and the young green shoot. هلا اذا توافقت الظروف او وقت اجت الظروف الجويه بشكل مواتي لنمو هذا المرض، تبدا تنتشر من الاوراق السفليه او السطح السفلي للاوراق الى كل الورقه، حتى الثمار، حتى النموات الحديثة اليونج شوت، واللي هي النموات الخضرية بتبدأ عليها الأعراض. Infected leaves tend to crinkle and curl and roll upward along with the edge giving the narrow appearance. هلا الوضع الطبيعي لما يصير في عندنا infection زي ما حكينا بالأيفيدز، الورقة بتلف حوالين حالها بس من الناحية السفلية، يعني باتجاه انه الورقة العلوية بدها تكون اللي هي showing up. هلأ هنا هدول بصير الورقة نفسها بتتجعلك او بتتجعك، وبعدين بتصير تلف لفوق، يعني باتجاه العلوي، يعني السطح السفلي بده يكون اللي هو facing up، يعني بده يتواجه للسطح العلوي. هلا in severe infection, infected leaves are usually dropped permanently during the summer. And infected terminal shoot are stunned. هلا في حالة اشتداد الإصابة بتصير هاي الأوراق توقع على الأرض، وحتى إنه الثمار نفسها بتصير stunned، بتصير إنها مثل اللي هي حجمها أصغر من الطبيعي. هلا شو بصير بالشوت infection؟ Shoot infection are typically result of overwintering infection of fungus in the buds. When terminal pushes in spring, fungus grows with a new succulent growing and infected tissue immediately. هلا بفترة الربيع لما بيكون البودز بدأت تعمل عملية الفلش وعملية الجروث، الفنجس اللي هو عامل اوفر وينترنج على جنب البود من الموسم السابق تبدأ بعملية الجروث وعملية النمو، بحيث انها بتصير تصيب كل نيو تيشيو عم بيطلع جديد بصير له إصابة بشكل سريع. Shoot may be killed in spring and survive through the season or die in late fall or winter. هلا تخيلوا انت البد اللي عم تكبر او القمم اللي عم تنمو بالموسم الجديد، كل ما يطلع شوت جديد عم بنصاب بالباثوجنز بشكل متوازي لإله، فبالتالي الشوت او القمم الناميه راح تكون يا اما راح تنقتل بهذا السبرينجز اللي هو بالموسم الفصل هذا، او ممكن اذا تغيرت بعض الظروف انها تنتقل لنهايه فصل الصيف، او ممكن للخريف، او ممكن انها تموت بشكل نهائي. هذا ببين لنا قديش انه المرض ديفستيتنج، خاصه اذا كانت الظروف مواتيه لانتشاره. طبعا هون بنطلع طبعا اللايف سايكل، اخذتوا انتم كيف تمشوا هاو تو جو ثرو لايف سايكل للبلانت ديزيزز. لما بتيجي هون هون اول ما بيجي اذا بدنا نبدا من الانفكتد بلوسمز اللي هي بتكون مثلا هذول صارت عليها اذا اجى عليها السبورز، او ممكن انه نبدا من الدورمنت تيرمينالز اللي هي بتكون من الموسم السابق، بتيجي على الشوت الجديده بتبدا تطلع، كل ما يطلع شوت جديد بيطلع عليها اصابه، وبالتالي بتنتقل للبلاسم. طبعا اذا انت صار عندك البلاسم انفكتد طبعا مش راح يقدر يحملوا ثمار، وحتى الثمار اللي بدها تنحمل بدها تصير في عليها الستانتد او اللي هي
الانفكشن. طبعا هون هدول بده ينتقل من ال 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 من البد وبده ينتقل للشوت، ومن الشوت بده يطلع لك الفروتينج بادي عن طريق اللي هو اوفر وينترينج مايسيليوم، بتروح للنكست يير سيزون. فبالتالي هاي هي اللي بتكون يا اما البرايمري او بتكون عندنا السكندري انفستيشن حسب امتى بتيجي وامتى بتصيب. طبعا لانه هاي الكي اللي بدك تجيب، بدك تعرف كيف هاو تو مانج ات. هلا الباودر ميلجو زي ما حكينا اوفر وينتر از مايسيليوم، ليش؟ لانه هو ما بيعملش سبورز. السبورز اللي موجوده بتكون عباره عن اكياس داخل المايسيليوم ان انفكتد بادز اور ان ذا كلاستوثيكا. شفتوها الكلاستوثيكا هياتها، هاي الاجسام الثمريه اللي بتكون زي الاسكس او الاكياس، هذول on the surface of the infected wigs. Infected terminal buds are more susceptible to winter injury than healthy. بما انه البودز بيكون وضعها مرهق وتعبانه من الانفكشن فيها، فبتكون قابليتها للاصابه وظهور اعراض الانجري لها او الاصابه او الدمج والضرر بيكون اعلى من اللي هي الهيلثي بود. هلا typically bud break in spring after 5 to 8 days later than healthy buds and most susceptible in spring frost than healthy buds. طبعا بما انها البد بتكون ضعيفه نتيجه الانفكشن، حتى قابليتها او حساسيتها للفروست اللي هو الصقيع بتكون اعلى، حتى انه البريكنج داون اللي هي انفجار اللي هي تبرعم ظهور البراعم ما بين اللي هي بتكون متأخرة عن الهيلثي بودز نتيجة اللي هي إصابتها بالمايسيليوم الأوفر وينترينج مايسيليوم. Healthy buds may survive at temperature ranging from 10 to 2 degree in colder than infected buds. As a result هلا حتى قابليتها لتحمل انخفاض درجات الحرارة، طبعا احنا في بلادنا يعني مش دائما توصل هاي الحرارة، ولكن في مناطق الشمال او مناطق الجنوب بالخليل ممكن تنزل درجات الحرارة عن 2 وممكن تنزل عن اللي هو التيبيكال 10. هلا البادز اللي هي مصابة بالمايسيليوم الاوفر وينترينج مايسيليوم بدها تكون حساسيتها اعلى، فممكن انه يصير قتل للبراعم هاي في اذا تعرضت لموجات من الصقيع او من البرد. This is important to keep in mind because a hard winter can dramatically reduce both diseases pressure and need control measures during the subsequent season. فبالتالي احنا اذا بنعرف الهيستوري للمنطقه وبنعرف انه في فترات من السيزون او من الموسم، خاصه في فصل الشتاء تنزل درجات الحراره عن الاثنين وممكن توصل للصيف، وانا بعرف انه انا في عندي اصابه مسبقه بالباودر ميلديو، لازم يكون في عندي نوع من انواع الميجرمنت اللي هي انه كيف احاول انه اخلي الشجره تو سرفايف ذيز دراستيك كنترول كونديشنز. لانه احنا صراحه ما نقدرش نتحكم انه درجه الحراره تنزل توصل صفر او تنزل عن الاثنين، ولكن ممكن احنا نساعد النبات ببعض الامندمنت او بعض الطرق، بنشغل مراوح، بنعمل بنحرق نباتات انها تدفي المكان بطريقه ما رح نحكي عنها later. هلا the survival rate of infected buds is less than 5% when temperature below 24 degrees. طبعا هذا في المناطق اللي هي بشمال نورث امريكا وباوروبا اللي هي بتنزل درجات الحراره عن الماينس. Through not well studied it appears that the temperature at minus 12 can kill the mycelium and the infected buds and allow the bud to produce healthy leaves. طبعا في treatment اللي هي winter hardiness بنسميها. هلا احنا خاصة طبعا احنا ما بنعملها هون لانه احنا ما عندنا هاي الظروف. هلا في دول شمال امريكا وشمال اوروبا عندهم درجات الحرارة بالشتاء بتوصل للماينس 30 وماينس 45. هلا هدول بيستخدموها انه الشتلات الجديدة الحديثة بحطوها برا، ليش؟ لأنه النباتات عندها أدابتيشن، لأنه في أصناف بتتحمل إنه تنزل درجات الحرارة عن ماينس 24. الأكلماتيزيشن هلا وجدوا إنه لما تنزل درجة الحرارة على ماينس 12 المايسيليوم اللي جوا النباتات أو جوا حتى الإنفكتد بادز بتنقتل، فبالتالي إنه ممكن إنه أنا أعمل لها تو أوفركم ذا إنفكشن فور نكست سيزون.
هلا الكلستروثيكا which form is sexual stages of the fungus, can and produce ascospores apparently do not play an important role in the disease cycle. هي وجدوا انه عاده الكلستروثيكا هي عباره عن اجسام ثمريه بتعمل برودكشن للسكشوال ستيجز اللي هي المراحل التزاوج الجنسي. وجدوا انه بالديزيز سايكل للمرض مش كثير مهمه مثل الامراض الاخرى، ولكن الكلستروثيكا اللي هي الاجسام الثمريه في مراحل التزاوج الجنسي. هلا مايسيليوم هي المهمه، لانه مايسيليوم انفكتد بات برودوسز كونيديا تو انيشيت برايمري انفكشن، اللي هي الدوره اللايف سايكل اللي موجوده اللي بدوش يحفظها من السايكل ويعرف كيف المرض ممكن انه يحفظها من هون او يفهم كيف اللايف سايكل. هلا المايسيليوم they produce كونيديا to be initiative primary infection. بعديها بيكون هذا امتى موجود؟ في الايرلي ستيجز للسبرينج. بعدين the infected bud break later in health than as we mentioned بعد الهيلثي بلانت بخمسه لثمان ايام. هذول بصير التشيو اوفن سسبتبل تو كونيديا انفكشن. هلا الكونيديا بعد ما تصير عمليه الانفكشن they will spring by wind and infect new young leaves، وبتبدا السايكل اللي هي حكينا عنها السكندري انفكشن. طيب هلا الليفز at the age they become more resistant. طبعا احلى في عنا في النباتات في عنا قاعده معروفه اللي هي seasonal resistant. هلا النباتات اول ما بفصل الربيع بتبدا بالظهور بتكون حساسه للعوامل الجويه وللظروف المناخيه وللاصابه سواء بالحشرات او بالامراض. هلا as the plant grows in during the season، خاصه انه هدول متساقطه الاوراق، يعني الاوراق اللي بتطلع بشهر 3 و4 بتكون حساسيتها اعلى من الاوراق اللي موجوده بشهر 5 و6. ليش؟ لانه بتكون النباتات عندها القدره انها to develop their own immune system and resistant. هلا الكونيديا germinate easily at 10 to 25. وجدوا انه والrelative humidity، طبعا الrelative humidity هذا امتى بصير عندنا احنا؟ لما توصل relative humidity more than 90% or 100% تبدا لما يكون عندنا wet spring، اللي هو لما بيجي بتاخر عندنا الربيع بتصير درجات الحراره بتوصل 25 وبكون لسه في عندنا مطر او في عندنا هيوميديتي عاليه لانه مش جفاف. لما بتاخر الربيع عندنا الاصابه بالباودري ميلديو بتكون اعلى. At cooler temperature germination occur but it is greatly reduced and virtually non-existent in conidia to expose to low temperature greater than 6 hours. هلا في المناطق اللي هي بيكون فيها الربيع بيكون يعني تاخر ولكنه بتيجي درجات الحراره منخفضه، يعني صار في شيفت حاليا، احنا عم بصير في عندنا شيفت في الوينتر. هلا الوينتر امتى ببلش عندنا موسم الامطار؟ المفروض انه بشهر 9 10 تبدا اللي هو الاوتم. احنا حاليا المطر عم هياتنا بشهر 12 ولسه الامطار يا دوب، فممكن انه بشهر 1. هلا الربيع بدل ما يبلش بشهر 3 صار يبلش عندنا بشهر 5. بشهر 5 شو بكون في عندنا؟ البادز اوريدي طالعين، ففتره البد بريكن بتكون في الفتره اللي هي بارده، التمبرتشر لساتها لو. فبهاي المرحله الكونيديا ما عندهاش القدره انها تو سرفايف لفتره، بصير في عندنا انفكشن من الاوفر وينترنج بادز ولكنها they don't survive لانه درجات الحراره ادنى من اللي هي المعدل الطبيعي. هلا كيف عرفوا هذا الحكي؟ عملوا laboratory studies showed that colony growing respond to non-linear with the great range of 13 to 28. لما وجدوا عملوا correlation بين درجات الحرارة والسرفايفل للكونيديا في المختبر، وجدوا انها انه الاوبتيمم تمبريتشر اللي هي 22 which is normal لكل الكائنات الحية سواء حشرات او كانت اللي هي الامراض النباتية. هلا لما يكون في عندنا vapor pressure والتمبريتشر with the range عالي بصير في عندك اللي هي الجروث بكون افضل. فهدول اللي هم العوامل اللي بتتحكم او بتحدد اللي هي السرفايفل. طبعا هذا اندر لابوراتوري كونديشن، باللابوراتوري كونديشن انت بتقدر تعزل عدد من العوامل المختلفه، مثلا الاضاءه، الفيبر بريشر، الهيوميديتي، بتتحكم في كل عامل عشان تدرس عامل لحاله، ولكن في البيئه بتختلف. يعني هاي 22 يعني بلس اند ماينس لانه في عوامل اخرى بتتحكم بتحديد هاي التمبريتشر. هلا السيمبتومز may develop at 5 days after the infection. طبعا لانه المرض
زي ما حكينا لكم سوبرفيشال بضله خارجي، فانت بتشوف اعراض الاصابه بعد 5 ايام من حدوث الاصابه. سكندري سايكل زي ما حكينا، اول هيج بتيجي من البرايمري سايكل اللي هي من الاوفر وينترينج بد، بعدين السكندري بتكون عباره عن ايش اللي هي الكونيديا اللي بتنتشر عن طريق الاير او عن طريق البرد او عن طريق الانسان لنيو انفكشن when the temperature is getting يعني better or انه بتصير cooler temperature بتبقى بتنتشر للسكندري انفكشن. هلا infection that resulted in fruit rusted occur primarily during the pink stages of the development. Apparently infection lateral in the fruit bud occurs after 1 month and the infection remained in the latent bud. هذا اللي هو اللايف سايكل، راح I will skip it لانه انتم فهمتوا كيف بدكم تقروها، انا بفضل اقروها لانكم انتم you know the system كيف how to read اللايف سايكل وين بتكون اللي هو الستيج الضعيفه من الاخر. طيب هلا how to manage the powdery mildew. في عنا 2 basic strategies. اول انه انا بستخدم resistant varieties which is common sense، او انه انا بستخدم الفونجيسايد. الرطوبه بقدر اتحكم فيها لانه احنا التفاحيات من يعني بنربيها في الحقل، يعني بقدر اتحكم لا بدرجات حراره ولا بدرجات رطوبه ولا بقدر اتحكم باي عوامل جوية خارجيه. فانا سبيلي اللي هي يا اما بستخدم اصناف عندها نوع من المقاومه او انها بتتحمل اصابه الباودر ميلديو، او انه بستخدم فونجيسايد. هلا السؤال الابل ريزيستنت فرايتيز هاف تو بي بالانس وذ ذا ماركت ديماند. ليش؟ لانه اغلب الريزيستنت فرايتي او التولرنت فرايتي عاده بتكون مش ماركتبل، يعني بتكون الكواليتي تبعتها مش كثير مرغوبه من الماركت من السوق. يعني هم بدهم ابل ديليشيوس، بدهم جولدن ديليشيوس، بدهم مش مثلا جالا، بدهم مش مثلا اللي هي سميث اللي هي ممكن تكون عندها قدره انها تتحمل الاصابه، ولكن كحجم كتكستشر كتيست كحموضه تختلف عن اللي هي الاصناف المرغوبه. الريجن وير ابلز كاب must be managed it can also be integrated in a powdery mildew management. لانه رح نيجي نحكي عن المرض اللي هو اكثر خطوره واللي اكثر شيوعا اللي هو جرب التفاح. هلا في المناطق اللي احنا بنعمل مكافحه لجرب التفاح بسهوله ممكن احنا ندخل برنامج مكافحه بياض الدقيقي على التفاح. هلا several fungicides are effective against powdery mildew عادة اللي هم باستخدام السلفر. طبعا اغلب المبيدات الفطرية اخذنا في المبيدات واخذنا في مواد سابقة انه المبيدات الفطرية المركب الاساسي فيها عبارة عن السلفر والكوبر. هلا كل المبيدات اللي احنا بنقدر نستخدمها للمكافحات الفنجيسايد اللي هي السلفر. Sulfur is very effective in reducing powdery mildew. من اول ما اكتشفوه في 1700 وهم بيعملوا تعفير في السلفر لحديت هلا السلفر لساته بيعطي effective result للpowdery mildew. هلا you it serves as a protectant spray during the early infection. عادة we can apply it 5 days after we find the infection. فبتقدر انت تعمل تعفير بالسلفر على اساس انه يعطيك اللي هي يأثر under a favorite condition او انه يأثر بشكل احسن على الكونيديا ويكون له residual effect او تأثير متبقي لفترة اطول. هلا احد الناس المبيدات الفطريه الاخرى اللي هي المونو بوتاسيوم فوسفيت اللي هي عباره عن عناصر معدنيه معروفه بوتاسيوم وفوسفيت وعباره عن احاديه التركيب has provided also ما هو احنا عاده الاسمده بما انها الفطريات عاده تتاثر بال يعني احنا بنحكي الكاش مثلا بوليس بنحكيش عن مبيدات عضويه سينثيتك تركيبها كيميائي هدول كلياتهم معادن يعني فوسفورس كبر هيدروكسيد كلياتهم هدول عباره عن تركيب موجوده في الطبيعه عباره عن معادن موجوده وجدوا انه هذا صح بيستخدموه له اسمده له مثلا امندمنت معين على هذا بس وجدوا انه وجوده بيعمل بما انه في عندنا البوتاسيوم والفوسفورس بياثروا على الجروث شانلز تبعت اللي هي الامراض الفطريه. هلا وجدوا انه
it's a good level of control have been reported, especially when are used as alternative of اللي هو سلفر فانجيسايد. هلا لانه احنا زي ما حكينا لما بنعمل ابلكيشن لمبيدات لازم نعمل مثل alternating. انا بستخدم المره الاولى سلفر، المره الثانيه بستخدم كوبر، المره الثالثه ممكن انا استخدم اللي هو البوتاسيوم فوسفيت. ليش؟ لانه عشان ما تصيرش عندي ريزيستنت، عشان ما يصيرش في عندي ادابتيبيليتي للكيميكالز اللي انا بستخدمها. هلا another way of control اللي هي mineral oils. هلا المينرال اويلز عاده حكينا عنهم، سواء الزيوت الصيفيه او الزيوت الشتويه، الها افكت معين على الحشرات، نفس الشيء الها افكت على اللي هي الباودري ميلديو depending on the type and the amount of rainfall. هلا احنا لما نستخدم الزيوت الشتويه عاده بنستخدمها بالشتاء، يفضل انك لما بدك ترش الزيت الشتوي وانت عارف برودكاستنج انه ممكن يصير في عندك مطر خلال 24 ساعه او خلال 48 ساعه، اجل الرش لبعدين عشان ما يصلوش عملية غسيل. فأنا إذا بعرف الهيستوري للمنطقة قديش معدلات الأمطار وإمتى بصير في عنا أمطار، برتب برنامج الرش للزيوت مع تناسب مع اللي هو وجود الأمطار خاص، أو كمان مش بس الأمطار، حتى درجات الحرارة. إذا بعرف إنه أنا ممكن إنه في عندي رح يجي يوم هيت ويف، رح يصير في عندي ارتفاع في درجات الحرارة أو ارتفاع في درجات الرطوبة، عشان ما يصيرش عندي ستريس على النبات نفسه ويؤدي الى حدوث فايتوتوكسيسيتي. هلا المودلز اللي انا بدي استخدمه لعمليه اللي هي المكافحه بناء على ديزيز ديفلوبمنت، يعني قديش بدي اربط بين تطور المرض مع طرق المكافحه اللي بدي استخدمها. اول شيء لازم الاقي الريليشن بين ذا ديزيز انسيدنس اند سيفيريتي. هلا في عندنا للامراض ذكروا اخذنا اللي هي الديزيز الانسيدنس اللي هي حدوث المرض، والسيفيريتي اللي هي شده المرض. طبعا في كورليشن معينه بناء على عوامل جويه، بناء على اللي هي الاكتيفيتي للباثوجين. فاي هاف تو اندرستاند ذا ريليشن بتوين بوث اوف ذم. ديزيز بروجريس اند كيوميوليتيف نمبر اوف سبور تراب. طبعا هلا عمليه تطور المرض، هلا المرض ممكن انه يصير في عنده بروجريس سريع، بس ممكن انه يصير له ستوب اذا احد الظروف الجويه تغيرت وبطلت مناسبه، بصير في ايش بيعملنا اللي هو هولد للجروث للمرض. فانا بدي يكون برضه في انا فاهمه هذا اللي هي العوامل اللي بتاثر على تطور المرض. هلا امتى بصير عندي البرايمري انيكيلوم، وهلا برضه امتى لازم اعمل ابلكيشن للفنجيسايد كنترول، يعني لما ببدا اشوف في عندي برايمري انوكيولوم برينج معين، مفروض اني انا اعمل ابلكيشن للفنجيسايد عشان يعطيه مساحه او فتره زمنيه انه يحاول انه ينجح في مكافحه البرايمري انوكيولوم. لان لما بكافح البرايمري انوكيولوم السكندري انوكيولوم او السكندري انفكشن رح تصير اقل كتير من انه لو اخرت المكافحه للليتر. يعني انا باجي طب بدي ارش ولسه في عندي انا اوراق وفي عندي براعم منتفخه ممكن ياثر على الجروث تبعت البراعم، باجلها شوي. طب ما انت هيك البرايمري انوكيولوم اسكيب هربت من المكافحه، فانت بدك على السكندري انوكيولوم اللي هو بده يجي بعد شهر او شهرين على حسب الظروف الجويه، رح يصير في عندك ديزاستر، رح يجي على الثمار مش رح يجي على الاوراق او البراعم. فبده يكون في عندك سنس باللي هي البروجريس للمرض. الافكت اوف ذا ليف ايج اند ذا فانجيسايد كنترول. هلا في الفطريات المبيدات الفطريه طبعا الها تاثير معين. طبعا في منهم بقول لك انه الفطريه بعض الاصناف لما بترش مبيد فطري، لانه اصلا انت بترش ايش؟ بترش معادن، إلها قدرة إنها تعمل بوستنج أب للجروث. فبتلاقي أنت بترش بتعفر بالسلفر أو بتعفر بالكبر، بتلاقي الشجرة أو النبات بلش يعمل فلاشنج، صار إنه ينتعش، صار إنه يكبر بزيادة، حتى اللون الأخضر تبعه بزيد نتيجة استخدام هاي المبيدات الفطرية. هلأ شو الظروف الجويه، شو تاثير الويذر كونديشن على السبور كنترول. هلا نفترض انه كانت الظروف مواتيه، هيوميديتي عاليه، درجه الحراره مناسبه وبدك تعمل كنترول، بس عرفت انه فورت كاس بكره راح يصير في عندك انخفاض في درجات الحراره مع احتماليه انه تساقط ثلوج، فانت لشو ترش؟ ما انت اليوم مثلا درجات الحراره 20 21، طب بكره رح تصير 10، بكره رح تنزل 15، فبالتالي رح يصير في عندك دروب في الجروث او ستوب للجروث للسبورز والكونيديا.
هلا السبوريوليشن امتى بصير السبوريوليشن؟ قديش بصير عندك سبوريوليشن؟ هلا بما انه هذا عباره عن كونيديا وبالاساس اللي هو مايسيليوم، قديش رح يطلع منها سبورز ورح تقدر تنتشر على حسب السيزن. بعدين اللينث اوف ذا انكيوبيشن بيريد، هلا كل باثوجنز، كل الامراض اللي موجوده سواء اللي بتصيب النباتات او بتصيب الانسان او بتصيب الحيوان، في عندهم انكيوبيشن بيريد، يعني في عندهم فتره لازم هي فتره الحضانه، لازم يكونوا قاعدين فيها في ضمن ظروف معينه عشان يعمل كومبليتينج ذير انتيريال ديفلوبمنت. فبالتالي هذه الانكيوبيشن بيريد قديش؟ من ما بين يصير في عندك برايمري انوكيولوم لحديت ما يطلع لك اللي هو الانفكشن سيمتومز عشان تنتشر اللي هي فترة الحضانة، بدنا برضو يكون عنا علم. طبعا هاي بتعتمد على درجات، يعني على عوامل بيئية وعلى الصنف وعلى العديد من العوامل. طيب هلأ عرفنا هدول الريليشنشيب، طيب time of fungicide application لمانجمنت للباودري ميلديو of grape have been used to success in managing powdery mildew on other crops. هلا صار يعملوا الموديل، طبعا برضه الاهم من محصول التفاح في دول اوروبا اللي هو محصول العنب، لانه بيستخدموه للعديد من الاندستري خاصه للواينريز، يعني اللي بجيب ربح مادي عالي. فصاروا يطبقوا برنامج المكافحه للعنب، وتستغربوا انه بدول اوروبا مع انهم بيدعوا لاكثر من انه قلل المبيدات، ولكن للعنب لحديت هلا استخدام المبيدات عندهم على السكجول اكوردنج تو لبرامج معينه بتواريخ معينه، في عندهم رشات معروفه. هلا نفس البرنامج بقول لك انه اذا طبقتوه على الباودري ميلديو على اذر كروب برضه بيزبط وبيمشي الحال. برضه the model is based simply on temperature and widely in use in the series of the diseases on numerous crop. اهم عامل بيعتبروه محدد اللي هو التمبريتشر، زي ما هو للحشرات استخدمنا اللي هو الديجري دايز، برضه نفس الشيء درجات الحراره لها عامل اساسي في تحديد امتى استخدم الفانجيسايد. The model has been adapted to powdery mildew على cherries والhop. برضه you can apply it in different region مثل France و Germany، يعني مش بس شمال أمريكا أو نورث أمريكا، برضه بأوروبا بيقدروا يستخدموا هاي الطريقة لتحديد اللي هي إمتى أستخدم الفانجيسايد. المرض الثاني اللي بصيب التفاح اللي هو Sooty Plotch and Fly Speck Disease. هلا السوتي بلوتش واز فاوند تو كوز اي فانجاس اللي هو كلوديوس بوميجينا. ريسنتلي ذا ستدي هاف شون ذات ذا سكوتي بلوتش ديزيز از كومبلكس اوف 3 ديفرنت فانجاي. هلا اول ما بلشوا يطلعوا على السوتي بلوتش فكروا انه عباره عن مرض واحد، ولكن لما دخلوا طبعا باستخدام النيو تكنيكس بالنيو بايوتكنولوجي والمولوكيولر ماركر والفينجر برينتينج، وجدوا انه عباره عن 3 ديفرنت فانجاي اللي هي بلاستر فروتيكولا، ليبتودينيام اليوتس، اند جاسترونيوميا بوليستيغماتس. طبعا هذول اللي هم عباره عن كومبلكس اللي بتعطينا السيمتومز اللي هي السوتي بلوتش. هلا السوتي بلوتش والفلاي شبك are two the most important disease in apple خاصة في temperate climate اللي احنا جونا اللي هي منطقة اللي هي temperate regions. شو هو هذا المرض؟ هلا السوتي بلوتش اند فلاي شبك is often thought to be caused by some pathogens. وجدوا later on انها three different pathogens. The disease do not result in direct losses in the yield term but in the number of fruit rather than cause reduction on fruit quality. ليش؟ It's economic losses in fresh market due to اللي هي reduction in quality. هو هذا المرض ما بيأثرش على اليل، ما بيأثر على المحصول نفسه قديش بيطلع لك محصول بير 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 تري اور بير دون سيزن. هلا بيأثر على الكواليتي، فانت هلا رح تشوفوا صور التفاح اللي مصاب بسوتي بلوتش، طبعا هدول بيأثر على الكواليتي، فانت التفاح خاصه التفاح بالنسبه لنا كواليتي اكثر منه كوانتيتي. ليش؟ لانه فيش واحد بروح بيشتري تفاحه بتكون كلها بلوتشز وكلها لطه، ليش؟ لانك انت بدك تاكلها فريش، فبالتالي للفريش ماركت في بوصل ل 25% خساره
من هذا الديزيز، خاصة في المناطق اللي هي الدافية اللي احنا يعني عنا. هلا فلايش بيك اند سوت بلوتش هاز بين ريبورتد ثرو نورث امريكا يوروب اوستراليا اند ريجنز اوف افريكا. شايفين الاصابة؟ شايفين هذا احنا كثير بنشوفه عنا، الكل بفكروا هاي اعراض الصقيع. يعني بتروح لهذا بيحكي لك شوف اعراض الصقيع عندي على التفاح كيف، لا هذا ثلاث فطريات اللي هي السبب في حدوث هاي المنطقة. طبعا هذا اللي هو ممكن انت تقول انه هذا زي الجرب او الجدري، وبمرات كتير بلخبطوه بينه وبين السكاب. هاي السكاب، سكاب طبقة جلد، قشرة جلدية بتصير على الورق وعلى التفاح وعلى شجرة التفاح بشكل عام. طبعا هدول الشبك، الشبك اللي هي عبارة عن كيف النمش، كيف النمش اللي بيطلع على هدول اللي بيكونوا لونه احمر، هذا هو الشبك اللي هو الفلاي شبك. وبرضه هدول السوتي، السوتي سكوت او السوتي بلاتش. هلا زي ما احنا شايفين البعر اللي هو بصير عندك اللون بتغير من بين اللون الاخضر للون البني، زي هاي الاعراض. ماشي، هاي اللي هي السيمبتومز عشان تعرفوا الاعراض لإلها. طبعا الكولونيز رينج فروم شيب تو سيركلر ريجن، طبعا ممكن تكون بشكل خريطه او احجامها كبيره، ممكن تكون عباره عن نقط او بقع صغيره، ممكن انها تنتشر على كل الثمار، ممكن تكون في اتجاه معين في منطقه واحده. هلا number of colonies range from few to over 50 على الثمرة الواحدة. الفلاي سبيك colonies appear to exist individually نتيجة وجود المايسيليوم. Both diseases exist within the first few cellular layer. فبالتالي انت لما الإصابة فيها ما بتكونش داخل الفروت، فانت لما بتعمل قطع ما بتلاقيش اعراض الاصابه داخله في الفروت تيشيو، بس بتكون على الطبقه الخارجيه للثمار التفاح. فبتقدر انت تاشر، اذا اشرت التفاح فانت بتاكل تفاحه فلاش تبعها عادي، ما متاثر حتى الكواليتي تبعته مش متغيره، ولكن المنظر الخارجي هو اللي بيكون دمج اكثر من الداخلي. بيعمل تاثير، بيعمل تأثير بالداخل على الكواليتي، ولكن هذا الإصابة بالسوتي بلوتش والشبك يعني الإصابة بس على القشرة الخارجية وعلى الفيرست لاير. هلا الفطر الباودر ميلديو بيأثر على الـ على الـ على الفروت نفسها، بتصير ستاند، بتبطل تكبر، بتضلها هيك زي كيف التفاح السكري صغيرة، وأعراض الإصابة فيك بتكون واضحة عليها. طبعا هو بفوت جوا، هو اللي بفوت اللي جوا هو المايسيليوم اللي بتخترق، وبصير في عنا اللي هي كلاستوفيكا اللي بتطلع لبرا مرة تانية. ولكن ككواليتي بالباودر ميلديو له تأثير على الكواليتي وعلى الكوانتيتي وعلى اللي هي حجم السايز للفروت، هذا لا، بس بكون بس على اللي هو الاوتر او الفيرست سيل ميمبرين للفروت. طب كيف بدي اكافح الديزيز؟ One important step to make sure that the herbicide in horticultural practice promote rapid drying of fruit surface. يعني المناطق اللي هي بيكون فيها رطوبة عالية ودرجات حرارة عالية، طبعا هاي المناطق ديزاستر، فلازم يكون فيها مناطق تهوية. يعني انا بدي يكون في عندي مزارع التفاح محطوطة انها مش مضغوطة جنب بعض، وبيكون في مجال اني انا اعمل لها تهوية طبيعية او تهوية صناعية. New orchards should be planted in area with good air circulation, direct exposure to the sun. يعني لما انا بعرف انه في مناطق اللي هي الوارم او المناطق اللي هي التمبريد بصير في عندنا امطار، بس بنفس الوقت مع ارتفاع درجات الحراره لازم يكون في عندنا تهويه. المناطق اللي بدي ازرع فيها ما فيها تهويه طبيعيه جيده، فيها اير سيركيليشن منيح، وبرضه في عندك دايركت صن. عشان هيك لما بقلم التفاح شو بعمل؟ بفض الشجره من جوا عشان التفاح اللي من جوا ما يكونش تحت منطقه الظل بعيد عن التهويه واشعه الشمس. البرونينج هياتنا حكيتها is very important to reduce the sooty blotch and fly speck. It can reduce to 30% of the severity by اللي هو severe pruning. يعني انا لما بقلم تقليم جائر، خاصه اني بفض الشجره من جوا، خاصه للشجره الكبير، يعني الشجره الجديد الحديث مش كثير مهم لانه بيكون عباره عن 1 or 2 scaffolds. اما شجر عمره 7-10 سنين فانا بحاول اني اقلم انظفه من جوا عشان اقلل من 30% من الاصابه فيه.
Later study dormant pruning and non-spread order reduced the incidence of severity of sooty mold with 2 to 3 years, but results were inconsistent with respect. هاي أحد الدراسات اللي قالت إنه أنت إذا بتأخر الأويل سبراي وبتأثر بتأخر البرونينج برضه ممكن يتأثر، ولكن هاي ما بدنا ناخذ فيها لأنها حتى الآن ما ثبتتش، ما عملوا لهاش دراسة مرة ومرتين عشان يثبتوا إنه هذا فاكت حقيقية ممكن تكون جود براكتس. المرض اللي راح نحكي عنه الثالث لا، واللي مرض اللي يعتبر من أمراض كتير خطيرة وكتير مهمة، اللي هو الراست ديزيز. راست ار انيوجوال ديزيز which require two hosts. هلا هذا الراست تذكروا الديسيفيس بلانتاجينا كان عنده برايمري هوست وسكندري هوست، هذا نفس الشيء، هذا it need two plant disease to complete the life cycle. The most common encounters of commercially important rust اللي هو بيجي على الجينس جيمنوسبورانجيوم. هلا اللي هو عباره عن السدر ابل راست اللي هو جيمنوسبورانجيوم جوبانيري فاكر جرانينيا. It is an important rust in North America. هلا الديزيز الراست هذا it need زي ما حكينا two host plant. Fungus attack both fruits and leaf of apple and can cause severe or serious losses by reduction in the yield and the growth حجم اللي fruit size and quality. هلا الالترناتيف هوست للفنجس اللي هو ريد سيدر اللي هو جيبانيراس فينيريغا. It is a quaintness rust caused by Gymnosporium clavibus and also widely distributed in North America. The fungus attack only fruit on apple and alternate between the trees الى الجينس جيمنوسبورجيوم and اللي بيؤدي الى حدوث الجيمنوسبورانجيوم glossons and less common to a quince rust but unlike quince rust hawthorn rust infected with leaves. طبعا هذول ال different species اللي هم بيسببوا امراض الرست على حسب اصناف اللي هي سواء كانت الجيمنوسبورانجيوم بتعرفوها اللي هي الشجره اللي بتطلع منها هلا بفرجيكم اياها من انواع الشجر اللي هو لا 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 انتم بس بدكم تعرفوا انه في عنده التو الترناتيف اللي هو هوست اللي بيعملنا الاصابه. طبعا الكل بيعرف الراست، شايفين راست صدى، يعني صدى صدى مش السكاب، الصدى بتطلع على الورقه كانك انت ماسك ماده ال 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 النحاس وحاططها سواء على الورق او على الثمار او على الشجره نفسها بهذا الجروث. طبعا هذا الجروينج بادي اللي هو الجيمنوسبورانجيوم اللي هو الراست ديزيز بيجي على التفاح. خلينا نوقف هون والمحاضره بكره بنكمل ان شاء الله، ان شاء الله بكره بنختم. يلا يعطيكم العافيه.